السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا اليوم نكمل مواضيع سي ان اس والسايكاتريك ديس اوردرز. راح ناخذ اليوم ان شاء الله محاضرة الدبريشن، محاضرة مر عليكم تقريبا بالفارما او بالباثوفيزيولوجي. راح ناخذها بطريقة الثيرابيتيك اورينتيشن. ناخذ فكرة مبسطة عن الدبريشن اللي هو كرونيك كومون كرونيك اند بوتنشالي ديبليتيتنج illness، اللي يبدي يأثر على الهيومن كونديشن من بداية الإلنس ويزيد طبعا مع تسارع حدة المرض. Etiology and pathophysiology it's important to be known. راح تشمل factors معينة theories معينة اللي هي الجينيتيك هرمونال بايوكيميكال انفيرومنتال اند سوشيال فاكتورز، عادة mostly مجتمعة هي كان ديفلوب ذيس اوردرز. ناخذ فكرة عن كل واحد. جينيتيك كوز شافوا انه تقريبا 20% من البيشنت عندهم first degree relative with severe depression، وايضا twins have found fairly strong evidence of genetic factor. What about environmental factor؟ environmental factor بشكل عام اكيد كلنا نعرف اللي عنده higher social economic status، يعني الشخص اللي هو مرتاح ماديا، عنده بيت وسيارة وعمل ومستقر والى اخره، الريليشن شيب مالته تكون طبيعية، علاقاته مع الناس بشكل مرتب، هذا يكون بروتكشن فاكتور، يكون اقل عرضة تو جيت ذا ديبريشن، والعكس طبعا اكيد يكون اكثر عرضة للديبريشن. بايوكيميكال فاكتورز اللي هي يركز العلاج عليها اكثر شيء. Although many neurotransmitter may be implicated, لكن theory focused on involvement of noradrenaline neurotransmitter, serotonin and dopamine neurotransmitter. هاي theories emerged from the finding شافوا انه both the monoamine oxidase inhibitor وال tricyclic antidepressant اذا انطيناها راح تزيد ال level او ال availability of noradrenaline او السيروتونين، وبالتالي في مناطق معينه طبعا بالبرين، وبالتالي تقلل لنا الديبريشن سيمبتومز، فاعتبروها بالبدايه كانتي ديبريسنت كتريتمنت اند تيست فور ديبريشن. هاي طبعا تقوي هذه الثيوريز. اند اولسو سم ستدي فاوند ريديوس اكتيفيتي ان ديبريست بيشنت اند اوفر اكتيفيتي هاف بين بوستوليتد ان مانيا، اللي هي تقريبا عكس الديبريشن. زين، اكو انذر ثيوري او فاكتورز هو الاندوكراين فاكتورز الكورتيزول. شافوا اكو لينك بين الهايبوثالاميك بيتويتري ادرينال اكسس اكتيفيتي وبتوين السيمبتومز اوف ديبريشن. كورتيزول ليفل عاده بالسيفير كيس اوف ديبريشن يكون اعلى من الطبيعي، وعلى الاساس بالسبعينات تقريبا اكتشفوا تيست اللي يسموه ديكساميثازون سبريشن تيست، ويستخدم طبعا بالانفستيجيشن اوف ديبريشن و اذر CNS disorders. Also, some endocrine disorders such as hypothyroidism and Cushing syndrome have been associated with changes in mood. طبعا. In general, يعني علاقة الكورتيزول ويا symptoms of depression هي complex. تشوفون مرات هسه راح نشوف بعد شوية واحدة من المشاكل هي الأديسونيان ديزيز. هنا ممكن الكوشنج سيندروم يكون لها علاقة بالسيفيريتي اوف symptoms. Physical illness and side effect of medication اللي هي أيضا واحدة من ال causes of depression. Okay. فال illness اللي ممكن تسبب disorder of mood خاصة ال depression has been associated with several type of medication and number of physical illness. مثلا analgesic بالنسبة لل drug، ال antidepressant والأحرى هو طبعا withdrawal of antidepressant. Some of antihypertensive, anticonvulsant, the sudden withdrawal of opiates أو الأمفيتامين. أمفيتامين مثل ما تعرفون هو stimulant، فإذا رأسا نقطع بالعكس راح يصير rebound فيصير depression. Antiparkinsonism agents أيضا ينتقل لنا الدوبامين، فبالتالي ال availability راح تقل. Antipsychotic نفس الشيء. سوري الانتي سايكوتيك اللي تقلل الدوبامين، سوري، فبالتالي راح تقل الاكتيفيتي اوف الدوبامين اند افيلابيلتي، وبالتالي يقلل لنا الافكتس ويصير عندنا ديبرشن. بنزودازبين اورال كونتراسبتيف اند سم تايب اوف ستيرويد. لكن الالنس اللي ممكن نشوفها تاثر او تساعد على الديبرشن
هي ال some of viral infection, carcinoma, neurological disorders, long term diabetes خاصة إذا كان uncontrolled, multiple sclerosis. هذه ال disease اللي هي تأثر على quality of life كلها ممكن تؤدي إلى depression. Thyroid, Addisonian disease, SLA كلش عالي بيها يكون ال risk of depression, و some type of anemia like pernicious anemia. نجي على clinical manifestation. فعادة patient with depression راح يكون with low mood, the central feature of the depression. هي يعتبروها ال major part أو major feature of depression هو low mood. Loss of interest or pleasure in normally enjoyable activity اللي هي anhedonia يسموها. أعتقد مذكورة لاحقا. Thinking يكون pessimistic and in some cases suicidal. يعني تفكير كارثي يتوقع حدوث كارثة وممكن تؤدي إلى يعني the severity of depression تؤدي إلى suicidal attempts. Have little or no energy. مصطلح الأنهيدونيا عادة يستخدم أيضا ذكرناه يمكن محاضرات سابقة هو loss of interest in normally pleasurable activity. يعني بالactivity اللي هي بشكل طبيعي كل الناس can get pleasure. هنا patient with depression cannot. بالsevere cases psychotic symptoms such as hallucination or delusion may be present. ممكن anxiety, ممكن agitation, وممكن بالعكس عكس ال agitation psychomotor retardation may be as a presenting feature. The biological feature of sleep disturbance, weight loss and loss of appetite are often present. إن عادة اللي نعرفه بالdepression يأكل أكثر ينام أكثر. هنا لا ممكن في حالات معينة يكون sleep disturbance بالعكس weight loss and loss of appetite. وحالات أخرى in some cases تكون عكسها the biological symptoms reversed and excessive eating يبدي يأكل أكثر و sleeping may occur more. و in general طبعا the sexual drive is often reduced. How we can investigate patient with depression mainly راح يعتمد على clinical symptoms و history of the patient و severity of the disorder. عادة اكو rating scale اللي هي على اساس يسوون assessment للpatient. ممكن تكون self-reporting scale يعني الpatient هو اللي يمليها او يزودنا بيها او by healthcare professional. اشهر واحدة تقريبا اللي معتمدة by USA اللي هو السيجا كابس اللي هي مختصر للسليب تشينج. ياخذون فد سكور معين يشيكون السليب تشينج, decrease the interest بالpatient, guilt حس نفسه guilty or not, low energy, decrease concentration بشكل عام, appetite change مثل ما قلنا change ممكن تزيد ممكن تقل, psychomotor agitation or retardation and suicidality اكو risk of suicidal attempts or not. هاي طبعا بيها فد degree لكل وحدة degrees معينة وكل وحدة عليها فد رقم ونجمع سكورات ونشوف الليفل of this patient واصل بأي level من الكرايتيريا of major depressive episodes. Also, مثل ما I mentioned before, dexamethasone suppression test ممكن نستخدمه حتى نشوف يصير suppression للhypothalamus pituitary adrenal axis or not ونشوف المشكلة بيا parts من هذا الaxis. طبعا الrelationship between this test and the severity of symptoms قليلة جدا لهذا ما يعتمدون على هذا التيست as to confirm the diagnosis. اكو other type اللي حكيناها قبل شوية. تريتمنت شوي حكينا بشكل سريع. نجي على التريتمنت اللي هو موضوعنا الرئيسي. What are the goal of treatment? هو to prevent harm and to relieve the distress or to be prophylactic للpatient اللي هو susceptible to depression. In treatment of depression كل انواع الانتي ديبريسنت اللي currently available يعتبروها equally effective تقريبا. ليش راح تختلف؟ راح تختلف بال السايد افكت بروفايل وبالتوكسيسيتي وبالديوريشن اوف اكشن. There is increasing evidence that patients with more severe episode of depression are more likely to respond to antidepressant drug. اذا مو كل البيشنتس اللي نبلش راسا وياهم انتي ديبرسنت راح ينطونا نفس الريسبونس. اكو فاريشن كل ما كانت السيمبتومز اعلى سيفيريتي اعلى البيشنت واصل مرحله يعني متقدمه اكثر راح يكون الريسبونس متوقع انه يكون اكثر للانتي ديبرسنتس.
فمثل ما قلت انه الميجر ديفرنسز بين الانتي ديبرسنت هو السايد افكت بروفايل والتوكسيسيتي والديوريشن اوف يوز. اكو فد برنسبلز معينه لازم نعرفها قبل ما نبلش بانواع الانتي ديبرسنت. هو التشويس اوف انتي ديبرسنت. فور اكزامبل الترايسايكليك انتي ديبرسنت شافوها is a less or are less well tolerated in female and more likely to be toxic in overdose than other treatment خاصة ال SSRI. ولهذا يفضل إذا كانت البيشنت فيميل ما نبلش بالترايسايكليك انتي ديبرسنت. ونقطة مهمة أخرى هو ال patient prefer. Patient may prefer one drug over another based on their past experience of benefit or side effect. يعني physician من راح يسأل البيشنت ممكن يجي هو مستخدم سابقا في تريتمنت معين with another physician or without physician حسب البيشنت وده يحس انه بي benefit هذا وما بي side effect وبعدين استخدم غير ثاني يرجع للطبيب يقول له لا انا الاولاني كان احسن لي. فالمفروض ناخذ هذه بنظر الاعتبار تفضيل البيشنت. نبدأ بالنون فارماكولوجيكال تريتمنت. patient with depression شنو النون فارماكولوجيكال تريتمنت اللي ممكن تفيده وشو وقت نستخدمها ومن البيشنت اللي يحتاجه. طبعا اتس فيري افكتيف ان مايلد ديبرشن. فيري افكتيف يعني شنو؟ يعني بالمايلد ديبرشن راح تكون حال لحال الدراج تريتمنت وفي بعض الاحيان بريفيرد ذان ذا دراج تريتمنت لان ما بيها سايد افكت مقارنه باليوز اوف ذا دراج اذا كان ما يحتاج البيشنت هو بالمايلد. ففقط النون فارماكولوجيكال از انف. اوكي فالنون دراج تريتمنت اند antidepressant medication عادة اثنيناتها تستخدم in combination بال moderate to severe cases يعني ما نستغني عنها عادة. ايش تشمل؟ تشمل مين اللي هو cognitive behavior therapy. هذا طبعا فد مصطلح واسع جدا جدا ب different type of treatment اللي هي talking يقعدون حلقات كل واحد يحكي مشكلته مثلا مثل هاي اللي تشوفوها بالافلام طبعا بها اسئله واجوبه بها سكورات معينه تزيد الكونفيدنس مال البيشنت يعني تسهل او تشرح موضوع الدبريشن قدام البيشنت بشكل يسهل عليه الموضوع ما يشيل همه. هاي طبعا كلها تبعدنا عن السوسايدال اتمت وعن المشاكل والسيفيريتي اوف ديبريشن وتزيد ادراك البيشنت بالمرض وشلون يقدر يتعامل وياه تزيد ثقه المريض بنفسه. والاذر تايب هو الالكترو كونفلسيف ثيرابي اللي هي طبعا فد الكتريكال امبلس بسيط يحافظ على الافيلابيلتي اوف نيورو ترانسميتر بالبرين يشتغل حاله حال الانتي ديبرسنتس. نجي على الدراج تريتمنت طبعا عده جروبس راح نبدي ككلاسيفيكيشن من اول جروب اكتشفوها واحنا نمشي وبعدين راح نشوف منو الفيرست لاين والسكند لاين اللي راح نستخدمه. اول شيء التراي سايكليك انتي ديبرسنتس هي طبعا اول دراجز استخدمت للديبرشن شغلها باي بلوك ذا ري ابتيك اوف نور ادرينالين او السيروتونين بريكرسر اللي هو 5 هيدروكسي تريبتوفان فالونج ذا ريليز اند اكشن از نيورو ترانسميتر. المشكله بالترايسايكليك انتي ديبرسنت انه اريد نوصل الكلينيكال افكت او ثيرابيوتيك افكت مالته نحتاج 4 إلى 6 أسابيع. فديس افكت كان اكر weeks before the antidepressant response يعني على ما البيشنت يحصل الريسبونس نحتاج شهر الى شهر ونص. وعادة هذه واحدة من مشاكل ال non adherence للبيشنت يعني ياخذ ممكن physician ما يحكي له وممكن ال pharmacist اللي ينطي ال medications ايضا without education للبيشنت. فالبيشنت راح يروح ياخذ له حباية حبايتين يوم يومين اسبوع ماكو effects ما يحس نفسه تحسن ممكن يقطع او يترك او يروح يغير او يروح على غير فيزيشن وهكذا. فالمفروض لازم البيشنت يعرف انه he should continue use the drugs to get the response within 4 to 6 weeks. Very important هذه. اوكي هذا الميكانيزم بشكل عام لكن اكو another mechanism with the chronic administration of tricyclic antidepressants. ايش راح يصير؟ اكو another biochemical changes take place خاصة بالبري اند بوست سينابتيك ريسبتور سنسيتيفيتي. ايش راح يصير؟ اول شيء يصير ريدكشن بالبري سينابتيك الفا 2 انهبيتوري ريسبتور سنسيتيفيتي. هو انهبيتوري ريسبتور فاذا قلت سنسيتيفيتي مالته راح يزيد البرودكشن اوف نور ادرينالين فور اكزامبل وبالتالي الافيلابيلتي مالته يزيد. هذا وذ كرونيك ادمنستريشن. ايضا اكو انذر افكتس كبايوكيميكال تشينج هو انكريز السنسيتيفيتي اوف الفا 1 اند بيتا 1
ريسبتر اللي يشتغل عليها المونوأمينز، اوكي، الموجود طبعا بالسيربرال كورتكس والهيبو كامباكس. ويعتقد انه هذا الافكت فور لونج تيرم او الكرونيك ادمنستريشن هو اللي ينطينا الميجر انتي ديبريسنت ريسبونس اكثر من الريابتيك انهبيشن. اوكي، اكو انواع يعني معينه من الترايسايكليك انتي ديبريسنت اللي مثل ما قلنا بلوك ري ابتيك اوف نور ادرينالين والسيروتونين، وممكن حتى تو ذا ليسر اكستنت الدوبامين. نجي ناخذ هذه الانواع، الامبرامي اللي هو بالصيدليات شنو اسمه، اسمه التوفراني، هو المور كومن يوز تقريبا من اول الممبرز اوف تي سي اي اللي بداوا يستخدموها. كان برودوسد ليس سيديتنج ذان اذر تي سي اي and trigger the cardiovascular problem and significant anti-muscarinic effect. كل واحد راح تشوفون عنده فد يعني ميزة معينة تختلف عن الثاني، وهذا اللي يحدد the choice of antidepressant خاصة الترايسايكليك هنا بيناتهم. يعني مثل ما قلنا كلهم effectively the same، لكن مثلا الامبرامين مثل ما قلنا بي sedation أقل من غيره، لكن عنده مشاكل cardiovascular problem وعنده anticholinergic effects. الفيميل تند تو توليريت الامبرامين ليس ويل ذان ميل، ولهذا قلنا ما يفضل طبعا الامبرامين بشكل خاص والتي سي اي بشكل عام، ما يفضل انه نبلش فور فيميل تي سي اي. الستارتنج دوز لازم تكون قليله وجرادولي انكريز ذا دوز اوفر ذا ويك تو ديفلوب توليرانس تو سم انبليزنت سايد افكت، حتى نتخلص من بعض السمبل سايد افكت اللي ممكن تصير بالبدايه. هذا الامبرامين. الامتربتلين اللي هو التريبتيزول has a similar poor side effect on toxicity profile to imprimine، لكن الفرق انه عنده more sedative effects، فهذا الدرايفر للماشين وركر مفروض انه avoid it. كلومبرامين اللي هو الانفرانيل، شايفين بالصيدليات اذا مداومين، طبعا هو واحد من الفيرست انتي ديبريسنت found to be potent 5-HT reuptake inhibitor، هذا شوية عنده selectivity اكثر على السيروتونين reuptake inhibitor، which may explain the benefit of this drug in the management of obsessive compulsive disorder اللي هي واحدة من ال sleep disorders اللي سببها قلة السيروتونين أو الميلاتونين. الدوسوليبين أيضا هو واحد من ال members اللي ضمن ال guideline of the management of depression، لكن ببعض المشاكل اللي هو ال risk associated with cardiac problem and toxicity in overdose مقارنة ببقية الـ TCA. فالبيشنت اللي عنده pre-existing cardiac disease يفضل انه ما ننطي دوسولوبين. اوكي، ايش ننطي مكانه؟ ننطي دوكسيبين اللي هو عنده similar effect and side effect للـ traditional TSA، لكن limited evidence suggests that it may have fewer cardiac effect in patient with pre-existing cardiac disease. يعني اذا لازم ننطي الترايسايكليك انتي ديبريسنت لبيشنت عنده ديبريشن وعنده بري اكزيستنج كاردياك ديزيز يفضل الدوكسيبين. اللوفبرامين طبعا احدث جدا، يعني تقريبا من احدث التي سي اي ومور فافورابل، يعني عنده سايد افكت بروفايل اقل، توكسيسيتي اقل، فيستخدم ككونسيدرابل او از الترناتيف للاس اس ار اي. اوكي، صراحة نجي نشوف انه الاس اس ار اي هو الفيرست لاين تريتمنت، وراها تبدي البقيه اس ان ار اي والترايسايكليك. هذا واحد من الترايسايكليك انتي ديبريسنت اللي ممكن نعتبره الترناتيف للبيشنت اللي ما يقدر ياخذ او كان توليريت الاس اس ار اي. اوكي، لوفرامين سيجنيفيكانتلي سيفر ان اوفر دوز ذان اذر تراديشنال ايجنت، مي بي ديو تو وات، ديو تو لوفرامين انتاجونايزنج ذا كاردياك افكت of its metabolites. يعني اللوفرامين يصير بي ميتابوليزم الى الديسبرامين اللي هو الميتابولايت، هذا الميتابولايت عنده كاردياك سايد افكت، لكن هو مو كله يصير بي ميتابوليزم، فالجزء المتبقي راح يعاكس هذا السايد افكت مال الميتابولايت، فان جنرال الافكت مالته على الكاردياك راح يكون قليل جدا وممكن مقارنه بالبقيه هو شيء فيري سمبل. نورتريبتيلين اللي هو الديريفاتيف او ميتابولايت اوف اميتريبتيلين، وعندنا التراي امبرامين ايضا هو ميتابولايت اوف امبرامين، بريزنت وذ فيو ديفرنسز فروم ذا ريست اوف تراديشنال ترايسايكليك انتي ديبريسنت. هذا اول جروب، وكل واحد عرفنا بفت سبيسيفيك كاركترز
او كرايتيريا معينه على اساسه نختار اللي يحتاجه according to the case والبري اكزيستنج والكو اكزيستنج ديزيز اوف ذا بيشنت. اذر جروب هي المونوكسيديز انهبيتر. راح احكيها بشكل مختصر هذه لان مر عليكم سابقا. مثل ما تعرفون المونو امين اوكسيديز هو انزيم يسوي اوكسيديشن او ديجريديشن للمونو امين اللي هي النور ابينفرين والدوبامين والسيروتونين والى اخره. عندنا انهبيتر لهذا الانزيم اللي هي تو تايب، تراديشنال اللي هو يسموه نون سيلكتيف او ايريفرسبل اللي هو يشتغل على التو تايب اوف مونو امين اوكسيديز الاي والبي، وعندنا لا عندنا سيلكتيف اللي هو ريفرسبل انهبيتر لل اوكسيديز تايب اي اللي هو عاده الموكلوبيمايد اكثر شيء يستخدم هنا. شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم انه هذا الانزيم المونو امين اوكسيديز اللي هو يسوي اوكسيديشن للمونو امين، وايضا عنده فد افكت تو انتراكت وذ تايرامين كونتيننج فود، الاكل اللي بيه تايرامين. هذا من يصير دراج فود انتراكشن وذ تايرامين يسبب هايبرتنسيف كرايسيس، فشي خطر طبعا للبيشنت اللي هم سسبتبل للكاردياك افكت او الكاردياك ديزيز. فان جنرال الماوس كان انهبيت انزيم ريسبونسبل فور ذا اوكسيديشن اوف نور ادرينالين والدوبامين وال5 اتش تي اند اذر بايوجينيك امين. مثل ما قلنا عندنا تو تايب اوف ذيس انزيم مونو امين اوكسيديز هو الاي وال البي. اكو انهبيتر فور اي ام بي بوث اللي هو النون سيلكتيف، واكو سيلكتيف. التايرامين اللي هو موجود بالاكل، موجود بالجبن اكثر شيء، بالريد واين والى اخره، ميتابولايز باي بوث تايب اوف انزيم. يبدي الميتابوليزم مالته بالماو بي الا اذا كان كميته كلش عاليه التايرامين، ويصير يعني يخلص تقريبا الماو بي، يبدي يصير ميتابوليزم بالماو اي. فاحنا حتى نتجنب الدراج فود انتراكشن او الهايبرتنسيف كرايسيس نستخدم ماو اي انهبيتر. ليش؟ لان قلنا موستلي هو يبدي ميتابولايزد باي ماو بي، واقل في حاله اللارج كوانتيتي اوف تايرامين ممكن يخلص الماو بي يصير بي ديبليشن فيروح يصير بي اوكسيديشن او ميتابوليزم باي ماو اي. اوكي هاي الفكره. فالموكلوبيمايد هو antidepressant act as reversible inhibitor of MAO-A و it's appear to prevent the hypertensive reaction اللي تصير بين التايرامين وبين الانزيم. اوكي انزيم inhibitor طبعا. فالنون سيلكتيف ممكن يسبب food drug interaction اللي هو الهايبرتنسيف كرايسيس، لكن السيلكتيف الموكلوبوميد ما يسبب. شنو النون سيلكتيف اللي يسموه تراديشنال ماو انهبيتر؟ هي الترانيل سايبرامين اللي هي عندها سيجنيفيكانت ستيمولانت ولهذا تفيد بالدبرشن، لكن بسبب هاي المشاكل استخدامها اقل. عندها امفيتامين لايك الرت او الرتنج مثل ما قلنا، وهذا طبعا ممكن يؤدي الالرت حاله حال الامفيتامين ممكن يؤدي الى بروبلم اراوند التوليرانس والديبندنس، فيفضل انه ما نستخدم. الفينالزين ايضا هو من التراديشنال اللي هو هاز هيدرازين ستراكشر، اند بيكوز الهيدرازين هاف اسوشيتد وذ هيباتوسيلولار جاندس استخدامه كلش قليل هذا، لان ممكن يكون عنده افكت على الليفر ويسبب هيباتيك امبيرمنت او ابنورمال ليفر فانكشن تيست. بينما السلكتيف اللي هو ريفرسبل انهبيتر اوف مونو امين اوكسيديز، الموكلوبيمايد هنا الوحيد اللي يستخدم، هو افكتيف انتي ديبرسنت وذ ليس بروبنسيتي for interaction with tyramine rich food، وهذا اللي ده يخليه يستخدم اكثر شيء. مع كل هذا الكوشن should still be exercise as other drug interaction may occur، لكن كلها مقارنه بمشاكل التايرامين interaction هي قليل. اوكي نجي على الاهم جروب اللي هو selective serotonin reuptake inhibitor، لان nowadays هو الفيرست تشويس او فيرست لاين تريتمنت فور depression. تمام. مقارنة ببقية الجروبات هو potent antidepressant less toxic in overdose، ولهذا يعتبروه first line choice for the pharmacological management خاصة بالmoderate to severe depression.
كلها تقريبا الـ SSRI equally effective, لكن broadly similar range بالـ side effect, but there are variation بالـ intensity بالـ doses طبعا والـ duration of action والـ duration of treatment required طبعا. فناخذ فلوكسيتين او فلوفوكزامين اول واحد اللي هو عنده شويه او few anti muscarinic side effects. Other problem related to serotonergic enhancements such as nausea, headache and nervousness. كل هذه الاس اس ار اي اللي هي السيروتونين سيلكتيف او سيلكتيف سيروتونين ريبتيك انهبيتر تشتغل فقط على سيروتونين, فممكن زياده الافيلابيلتي اوف سيروتونين تؤدي الى السايد افكت اللي خاصه بالسيروتونين. واكو طبعا فد مصطلح يسموه سيروتونين سيندروم اللي هو صعب لنا شويه الضغط والتكيكارديا والنوزيا والهيديك والنرفسنس. فهذا فد شيء سمبل فيو عنده من السيروتونيرجيك انهانسمنت اللي هي النوزيا هيديك او نرفسنس. فلوكسيتين عنده لونجر هاف لايف اوف بوث ذا بيرنت دراج اند ذا ميتابولايت اللي هو الديسميثيل فلوكسيتين. هذا بي بنفيت وبي مشكله هذا اللونجر هاف لايف. البروبلم اللي هو سيفير اذا صار سيفير سايد افكت وقطعنا الدراج, احنا عاده ديسكونتينيو ذا ميديكيشن اذا بلش ف سيفير سايد افكتس. هنا طبعا من راح نقطع الميديكيشن ما دام هو عنده لونج هاف لايف راح يبقى بالجسم فد كم يوم فيبقى سايد افكت مستمر حتى لو نقطع. لكن البنفيت اللي راح نحصله شنو؟ انه ما يحتاج جراجويشن بالويذدراوال, يعني لان هو اصلا يعني الويذدراوال سيمتومز اللي ممكن تصير اذا قطعناه مباشره هنا ما موجوده لان هو لونج هالف لايف. الباروكسيتين هذا عنده سم اكسترا بيراميدال تايب موفمنت او سيمتومز اللي حكيناها بالانتيسايكوتيك اكثر من بقيه الاس اس ار اي, البقيه طبعا قليله جدا. Particularly following the abrupt discontinuation or withdrawal of the high dose. يعني إذا نطيب high dose رأسا قطعنا ممكن يصير عنده هذه المشاكل. عندنا السيرترالين, السيتالوبرام and الإيسيتالوبرام. الإيسيتالوبرام هو طبعا derivative أو ميتابولايت من السيتالوبرام, تقريبا أكثر شيء يستخدم حاليا. عندهم أيضا فد simple side effect مقاربة للي حكينا عليه. اوكي هسه نجي على اذر جروب اللي اخذناه كان سيروتونين او سيلكتيف سيروتونين فقط على سيروتونين اشتغل. هسه اس ان ار اي اللي هي سيروتونين نور ادرينالين ري ابتيك انهبيتر, فهي تقلل الري ابتيك اوف سيروتونين والنور ادرينالين اثنيناتهم. They have more efficacy over the standard agent to prevent the reuptake of both serotonin and noradrenaline. بالتأكيد راح تعطينا effect أكثر. راح نيجي نشوف venlafaxine. Venlafaxine هو first the new class of antidepressant. This new class طبعا indicated for severe cases but without antimuscarinic. شوف ال benefit مالته without antimuscarinic without other cardiac and toxic effect than the older drug. لكن مشكلته الوحيدة هو ال poor tolerability and جي اي تي disturbance شوية ممكن تستمر فترة مع الاستخدام. هذا الفينلافاكسين. فينلافاكسين طبعا highly used يعني يستخدم بشكل واسع. الدولوكسيتين هذا يشبه الفينلافاكسين لكن شافوا عنده اس ان ار اي. يعني شنو اس ان ار اي؟ يعني هو ايضا سيروتونين نور ادرينالين ري ابتيك انهبيتر لكن اتس ويكلي انهبيت دوبامين ري ابتيك اند ماي بي ليس Well-tolerated than SSRI. يعني فرق عن الفينلافاكسين أيضا عنده effects لكن شوية قليل على الدوبامين reuptake. أيضا inhibit الدوبامين reuptake فيزيد ال availability of dopamine. Okay. فthe drug is considered second line treatment option. بعد منه بعد ال SSRI هذا يعتبره second line treatment option. Reboxetine هذا فقط نور ادرينالين. هذا نور ادرينالين ريابتيك انهبيتر ان اي ار اي ما يشتغل او اقل افكت على السيروتونين. فالبيشنت اللي يصير عنده مشاكل بال اس اس ار اي ممكن يستخدم له فقط الريبوكسيتين اللي هو سبيسيفيك نور ادرينالين ريابتيك انهبيتر. تمام. فريبوكسيتين از انديكيتد فور ذا بيشنت اكسبيرينس بروبلم وذ سيروتونرجيك ريليتد سايد افكتس. الميرتازبي
هذا ايضا سوى في الضجه. مرتازبين هو نور ادرينالين اند سبيسيفيك سيروتونرجيك انتي ديبريسنت، يعني هو اس ان ار اي لكن يشتغل على النور ادرينالين ويشتغل مو كل السيروتونين ريسبتور او النيورو ترانسميتر، سبيسيفيك سيروتونرجيك انتي ديبريسنت. It can enhance both noradrenaline and 5-hydroxy tryptophan أو tryptan 1 فقط. فيعتبروه هو agonist لل 5-HT1 neurotransmitter and بنفس الوقت antagonist لل 5-HT2 and 5-HT3. زين شنو البنفيت؟ البنفيت explain some reduction بالsexual dysfunction and nausea compared to SSRI. احنا قلنا سيروتونين من يزيد بمشاكل، واحدة من عندها النوزيا، الهيديك اللي قلنا عليها، والسكشوال ديسفانكشن. اوكي، فطبعا هذه مسؤول عنها ال 5HT2 وال 5HT3. هنا راح يكون اغونست لل 5HT1 وانتاغونست لل 5HT2 و3. فهنا راح يزيد الري ابتيك مال ال 5HT1 ويشتغل كانتي ديبرسنت ويسوي انتاغونست لبقيه النيورو ترانسميتر، وبالتالي يقلل السايد افكت الاخرى اللي هي ريليتد لل 5HT2 وال 3. اوكي، الاغوميلاتين ومن اسمه ديريفاتيف للميلاتونين او ستراكشرلي ريليتد للميلاتونين. الميلاتونين طبعا السيروتونين هو بريكرسر للميلاتونين. It's thought to act as an agonist at melatonin receptor 1 و 2 and antagonist لل 5 هيدروكسي تريبتوفان 2 سي، طبعا بها سب جروب اي بي سي للسي، ايضا بيفت سبيسيفيك افكت. هذا يستخدموه في حالات معينه نريد نتجنب فساد افكت معين للسيروتونين، اللي هو مثلا مثل ما قلنا بالتايب 2 وال 3 5 اتش تي، فنستخدم اللي يشتغل على ال 1 واللي يكون انتاغونست على ال تي، ونفس الشيء بالنسبه للميلاتونين. ترازادون، ترازادون ايضا جديد تقريبا يعني التسعينات الفينات يلا اكتشفوه، هاز بين ميكست سيروتونين اغونست انتاغونست، يعني نقدر نسميه بارشال اغونست. ان جنرال الاغونست اكثر من الانتاغونست. فالترازادون از ماتش سيفر ذان ترايسايكليك انتي ديبريسنت فولوينج الاوفر دوز، بات مي كوز برونانس سيديشن اند هايبوتنسيف افكت ان سم بيشنت. بريابيزم ايضا ممكن يصير باليانج ميل. بريابيزم هو اللونج تيرم اريكشن، فهذا ممكن يكون بمشاكل معينة. Probably due to the potent alpha receptor blocking properties، وتبقى مستمرة لفترة معينة. مشاكل السيروتونين اللي حاولنا نتجاوزها بهذا الـspecific الفينلافاكسين والمرتازبين، أخطر شيء ممكن يصير هو السيروتونين سيندروم. هي طبعا rare but potentially fatal interaction that has been precipitated by using of more than one drug عندها نفس الافكت على السيروتونين. Combination of two or more drug that enhance serotonin transmission. مثلا بنستخدم SSRI، الترايسايكليك شوية هم ايضا عندها، التريبتون بشكل عام، الاودانستيرون. هاي اذا اثنين او اكثر من عندها استخدمناها راح تزيدون الريسك اوف سيروتونين سيندروم. ايش راح تسبب؟ تسبب انكزايتي، شيفرينج يعني رجفة تصير، دايفوريسيز، تريمر، هايبر ريفلكسيا. الفيتاليتي هاز بين اتريبيوتد تو مالجنت هايبر ثيرميا، يعني السيرجاديان ريذم احنا نسميه او البيولوجيكال سايكل والثيرمال سايكل كلها راح تبدا تتغير. هايبر ثيرميا ممكن يصير، واذا استمرت فتره طويله طبعا هذه راح تسبب مشاكل وتكون فيتال. لكن في حالة المايل كيسز اوف سيروتونين سيندروم، السيمبتومز المفروض عادة خلال 24 ساعة إلى 48 ساعة ممكن ريزولفد. اوكي؟ افتر سيروتونرجيك ايجنت هاز بين ديسكونتيند، ورا ما نقطع طبعا هذه التريتمنت المسببة. هنا السبورتيف تريتمنت از نوت او يوجوالي نوت نيسيسري. ان ذوز هو ار اجيتيتد، فقط اللي يصير عندهم اجيتيشن، انكزايتي عالية شوية، نعطيهم بنزو ديازيبين. لكن في حالة السيفير كيسز هذه شبه المايلد ما تحتاج تريتمنت، تحتاج فقط في حالة إذا صار اجيتيشن ننطي بنزوديازبين شوية تهدئ الموضوع. فور سيفير رياكشن أور كيسز فلازم نحتاج سيروتونيرجيك أنتاغونيست، مثل ايش؟ سايبروبتادين، مثل سيرجايت أند البروبرانولول شوية أقل.
ممكن نستخدمها، ونستخدم طبعا فور اجيتيشن والكونفولشن مصر ريلاكسنت مثل الدانترولين، والدانترولين طبعا يفيد جدا بالهايبرثيرمي. اوكي، هذا الجدول اللي تشوفوه هسه حاليا هو ميديكيشن اسوشيتد وذ سيروتونين سيندروم. مثلا المونوامينوكسيداز انهبيتر، السيلوجينين، فينلزين، والترانيسابرامين اللي حكينا عليها كومنلي اسوشيتد بالموضوع. الاوكيجينالي اسوشيتد هي الاس اس ار اي، اس ان ار اي، كلوبرامين والسيبترامين. السيبترامين ينطول الرشاقه، واللي اقل طبعا اللي هي الترامادول والميبريدين والينوزولايد والديكستروميثورفان. فاي كومبينيشن اوف تو اور مور اوف ذيس دراجز، واحد من هذه الجروبات، اثنين او اكثر، طبعا شود بي سترونجلي ديسكوريجد، خاصه باللي هو ديبريست ويحتاج انه نستخدم له انتي ديبريسنت لفترات طويله حتى نقلل الريسك اوف سيروتونين سيندروم. Now, how we can choose the proper antidepressant drug? تعتمد على شنو؟ تعتمد على severity of the disorder، على the patient preference اللي قلت لكم عليها، هو شي فضل patient، the experience مالتش مستخدم سابقا ومحصل benefits من هذا. تعتمد على the cost، على the previous experience also should be play a part. For most people with moderate to severe، نبلش رأسا بال first line treatment اللي هو SSRI. وعادة هسه مثل ما قلت لكم اللي هم اخر شيء حكينا عليهم، سيترالين اند ايسيتالوبرام هي الفيرست تشويس اوف اس اس ار اي، والاس اس ار اي هو اصلا الفيرست لاين تريتمنت. تعتمد على البريفيوس ريسبونس، على التوليرانس اند اللايك الهود اوف ذا دراج انتراكشن اولسو شود بي كونسيدرد. مثل ما قلنا البيشنت بريفيوس ريسبونس على شنو كان افضل شيء ممكن نستخدمه اذا ما بي مشاكل. على التوليرانس، فور اكزامبل قلنا الترايسايكليك انتي ديبريسنت ليس توليريتد بالفيميل، فيفضل انه ما نعطي. تعتمد على الكو اكزيستنس اوف اذر ديزيز اللي ممكن يصير دراج انتراكشن، او ممكن سايد افكت اوف الانتي ديبريسنت تاثر لنا على الديزيز الاخرى اللي موجوده. فان جنرال ان يو اس اي، يعني هاي جديده تقريبا 2018 19، الابروفد دراجز هي 26 ميديكيشن اللي هي من ضمن الجروبات التاليه. فالكلاسيفيكيشن مالتها صار من الفيرست لاين تريتمنت، واحنا نازلين اللي راح تكون اس اس ار اي هي طبعا الفيرست لاين تريتمنت، الاس ان ار اي، بعدين الان ار اي او الان اي ار اي ذكرناها بالمحاضره، وراها تجي ترايسايكليك انتي ديبريسنت، وراها المونو امينوكسيداز انهبيتر اللي هو الموكلوبامايد قلنا اكثر شيء يستخدم، وبعدين الميسلينياس اللي عندها اكثر من سبيسيفيك افكت، ترازادون، مرتازابين، اند اتيبيكال انتي سايكوتيك ممكن تستخدم. تمام، طبعا احنا بنستخدم اس اس ار اي وما شفنا اكو ريسبونس معين، او صار فد انتوليرانس، او بيشنتس يعني ما عجبه يستخدمه، ما نقدر نجبر البيشنت، نعبر على الستيبل وراها، ما فادت نعبر على وراها، وهكذا هذه السيكونس مال الانتي ديبرسنت. هذه محاضره الدبرشن، ان شاء الله تستفادون من عندها، وشكرا جزيلا.